جينا من مدينة الدار البيضاء واحد الخسارة اللي ما كانش خسارة مستحقة للفريق الرجاء. الحمد لله جينا الحمد لله المعنويات ديالنا الحمد لله كانت مرتفعة رغم الخسارة اللي خسرنا. الحمد لله الدار كانوا كونسونطري الحمد لله. عندنا لعبنا الفريق كوكب مراكش اللي جاي من مدينة مراكش هو باش حققوا حنا نتيجة إيجابية. الحمد لله استطعنا أن ربي وفقنا وحقنا الأهم الانتصار. الحمد لله كنبغي نهديو الجماهير الخبيبة الحمد لله اللي جات سانداتنا وإن شاء الله من قدام يكون غير خير إن شاء الله.